وفي منطقة راقية، وخاصة داخل فيلا سيف الألفي. بسم الله ما شاء الله، حقيقة درجات تفرح، ومن كتر جمالها تسد النفس. واحد جايب 3 ملاحف في ثانوية عامة، والتاني بيعيد سنة رابعة كلية للمرة التالتة. تقدر تقول لي يا أخي يا كبير، يلي مفروض تكون قدوة لأخوك الصغير، ناوي تخلص كلية إمتى؟ لما تطلع على المعاش؟ بابي لو سمحت، أنا اجتهدت وما حصلش نصيب. ليه إن شاء الله؟ كانت جوازة وتفركشت؟ ده كله على يدي. ده أنا عمري ما شفتك فاتح كتاب بتذاكر فيه زي الناس، وبترجع لي كل يوم وش الفجر. ما أنا بكون مع أصحابي اللي معايا في الكلية، وعلى كده دول في سنة كام إن شاء الله؟ أدي بالظبط يا بابي، وعايزين زيي، فعدت معهم عشان ما نسيبوش بعض. لا أصيل يا واد، يا فرحتي بيك، اترزع لما أشوف أخوك التاني. بص الابن الصغير، هو راح يقله قرب يا حبيبي. مالك، هو أنت خايف ولا حاجة لا سمح الله؟ حاضر حاضر يا بابا، اديني قربت. قول لي بقى يا حبيب والديك، عملتها ازاي دي؟ هو ايه اللي عملته بالظبط؟ بقى تجيب لي كل الدرجات، النص بالظبط وتلات ملاحق ما عدا الالعاب 11 من 10، وليه جت على نفسك وزايد 1؟ عشان تعرف بس يا بابا ان ابنك عنده امكانيات. قصدك خيبات مش امكانيات يا حبيب يا روميو، يلي طول الليل سهران بتتكلم على التليفون مع سوسو وتوتو وفوفو، بقى ده ترضى لأختك؟ بس أنا ما عنديش أخت عشان أخاف عليها. اتفاجئ الأب من كلمته، وكتم في قلبه كلمات ما قدرش يعبر عنها، وكمل وقال: حتى وإن كنت بتقول كده فكما تدين تدان، يعني لما تعمل كده ممكن يتعمل في واحدة تخصك حتى لو كانت كبيرة زي مامتك. ومع الكلمات ديت أخيرا بتتكلم مجيدة مامتهم اللي كانت مكبرة دماغها ومش فايقة لأولادها. هو مين الكبير ده يا أستاذ سيف؟ أهلا وسهلا يا هانم، حمد لله على سلامتك، أخيرا سبتي الموبايل وخدتي بالك إني بكلم أولادك. مالهم الأولاد؟ ما زي الفل لهم. زي الفل؟ كل ده وزي الفل؟ نفسي بجد تنتبهي لهم شويتين، زي ما أنت منتبهة للموبايل اللي ماسكه 24 ساعة. كانت حاجات كتيرة قوي هتتغير في حياتنا كلنا. بقولك إيه، عيالك وتصرف معاهم، انا مصدعه وطلعه اوضتي. ماشي ماشي يا مجيده اللي يريحك، بس افتكري كلامي كويس، ان نهايه الامر ده مش هتكون حميده. وقف كلام معاها وكمل كلام لاولاده: اسمعوني بقى انتوا الاتنين، انا مصيري اعمل معاكم اللي يخليكم تمشوا عدل باذن الله، عشان تفوق شويتين من اللي انتوا فيه. لان لحد امتى اخلي ابن خالتكم كل المسؤوليه عليه في الشركات بتاعت الالفي؟ وانا كمان تعبت، نفسي استريح شويه، ولا حد من اولادي يشيل عني. عشان كده انتظروا مني قرارات هتتنفذ قريب قوي، ومش هيكون فيها رجعه. اتفضلوا حالا على اوضكم. طلع الاولاد لاوضهم، ومع طلعهم دخل ملك ابن اخته. السلام عليكم يا خالي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته منك. انا جبت لحضرتك الملفات الخاصه بالاتفاقيه الجديده مع الشركه الاجنبيه. متشكر قوي يا مالك، بس معلش مش هقدر اتكلم فيها دلوقتي لان عندي مشوار ضروري هعمله. مالك يا خالي؟ تعبان تعبان يا مالك شويه، وريح دلوقتي عشان استريح. نروح بقى المكان تاني، وخاصه دخل شقه في منطقه هاديه، قاعده بنوته وهي بتقول لنفسها: ياه ايه الجمال ده، وكم الحسنات لما الانسان يعمل ليه ورد من القران. بجد كل ما بقرأ حاجة عن فضل الورد اليومي للقرآن بتشجع أكتر وزود في الورد عن اليوم اللي قبله. بس سبحان الله، أنا افتكر أول ما بدأت كنت بقرأ نص صفحة كل يوم، بس النص صفحة ديت أثرت في حياتي كتير، وخلتني مقدرش أفوت يوم إني أسمع كلام ربنا عز وجل، لحد ما زودت النص ديت لصفحة وصفحة ورا صفحة، لحد ما بقت بفضل الله جزء يوميا بقرأه مرة واحدة لما أكون فاضية، ولما أكون مشغولة بقسمه 4 صفحات بعد الفجر، وأربعة بعد الظهر، وأربعة بعد العصر، وأربعة بعد المغرب، وأربعة بعد العشاء. ده غير كم الحسنات على كل حرف، فكل حرف ب10، يعني بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف في 10 ب190 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. بجد الله على الجمال، بدأت فكرية وردها من القرآن بكل سعادة، وانشرح صدر وراحت بال.
وكانت لسه هتنتهي من الورد بتاعها، بس بتتفاجئ بصوت خبط المفاتيح بتفتح الباب. ده أكيد بابا. وفعلا كان باباها اللي أول ما شافته جارت عليه وأخدته بالحضن. وحشتني أوي يا بابا. وانت كمان وحشتني يا قلب بابا. طبعا انت مستغربة اني جيتلك بدري عن الميعاد اللي باجيلك فيه كل مرة، صح كده؟ أيوة صح، بس فرحانة أوي. بص لها الأب بتأثر وقال لها والله لو بإيدي أسيب الدنيا كلها وأكون جنبك انت بس يا حبيبتي، لأن المكان ده وعلى الرغم من بساطته وصغره إلا أنه أكتر مكان بس رايح فيه، لأنه بيفكرني بأمك الله يرحمها، وكلامها اللي بيخفف عني كتير كل ما أكون مهموم أو تعبان، وهي بتذكرني بالله وتقول لي أصبر مفيش حاجة بتدوم، وأكيد ربنا هيبدل الحال من حزن الفرح عن قريب، وعن قريب قوي كمان، ودي أكتر حاجة خلتنا أتمسك بها من زمان. فلاش باك من سنين. ايه ده؟ ايه اللي انت عامله لي ده؟ انا مش قلتلك سادة عاملها لي سكر زيادة؟ معلش يا بنتي نسيت. طالما نسيتي يبقى ملكيش لازمة هنا في الخدمة عندنا. وفي نفس الوقت اللي بتتكلم فيه بترجع بنتها من كليتها واتفاجئت من اللي بيحصل ليها. في يومي حصل ايه؟ مفيش حاجة يا بنتي، حصل خير ان شاء الله. لا ما حصلش خير، ومش هعدي اللي عملته. هو ده بجدية؟ هو حضرتك أمي عملت لي كل ده؟ بوظت لي القهوة بتاعتي اللي بتعدل لي مزاجي على الصبح، وعملتها لي زيادة. بقى حضرتك موقفة ست كبيرة في السن وقعدة تزعقي فيها بالشكل ده عشان شوية سكر زودتهم في القهوة بتاعتك؟ أيوة، المفروض تعمل بفلوسها اللي بتاخدها مننا. هو ده بنفس صبر؟ أظن بقى كده حضرتك كفاية قوي. أمي هنا مربية سيف بيه ومن وهو صغير، أما أنها تشتغل حاجة تانية في البيت فده فضل منها مش فرض عليها. أنا هنا صاحبة البيت، يبقى تعمل اللي أنا عاوزاه، ولو ما عملتش يبقى تتفضل بره من غير ما ترد. يلا يا أمي، يلا يا حبيبتي نرجع بيتنا. بس يا بنتي سيف ما يهونش علي، ده أنا مربيه كأنه ابني بالظبط اللي ما جبتهوش، وعشت هنا أكتر ما عشت في بيت أبوك الله يرحمه. معلش يا أمي يلا بينا. وفي نفس اليوم بالليل، يا ماما نادية. انت فين يا ماما نادية؟ انت بتسأل عليها ليه؟ اصلي جبتلها الهريسة اللي بتحبها من دمياط، وان شاء الله كل الاهتمام ده بيها. دي اقل حاجة ممكن اعملها للست الطيبة اللي ربتني من اول يوم اتولدت فيه. كمل كلامه ليها ولف نادية في الفيلا عليها بس ما لقاهاش. هي دادا نادية موجودة فين في الفيلا يا مجيدة بالظبط؟ هي مش موجودة هنا. مش موجودة هنا؟ اما هي فين؟ اصلا انا طردتها. طردتيها؟ يعني ايه طردتيها؟ ومن سمح لك تعملي كده؟ هي بصراحه تستاهل، لانها مش عاوز اسمع السبب، لان عارف انه سبب تافه زي كل حاجه انت بتعمليها وبتبرري ليها. بجد بتخليني كل ما احاول افتح صفحه جديده معاكي اقفلها تاني. بس خلاص انا تعبت لدرجه ان انت بتخليني مش لاقي حل تاني غير ان اتجوز عليكي. اتجوز براحتك يا سيف، لان انا كمان مش مهتمية بيك، لان جوازنا كان في الاساس كان مصلحة شراكة ما بين والدي ووالدك. وهنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة يا احلى اخوات، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك، ولو ما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات وتجاوبوا على السؤال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتجوز براحتك يا سيف، لان انا كمان مش مهتمة بيك، لان جوازنا كان في الاساس مصلحة شراكة ما بين والدي ووالدك. بس انا عمري ما حسبتها كده. أنا كان نفسي يكون ليا زوجة صالحة وبيت وأسرة أحس بالدفء معاهم، ومن 4 سنين من ساعة ما اتجوزتك عمري ما شفت ده ولا حسيت بيه. والله بقى تحس ولا ما تحسش دي مش مشكلتي. ما ردش عليها لأنه ما قدرش يرد بسبب اللي حسه في قلبه، عشان كده سابها ومشى وراح على معقولة سيف برضك كده يا ماما نادية تسيب البيت وتمشي؟ هو أنا برضه هن عليكي؟ ما هو يا ابني
مين يا أمي؟ ده سيف يا بنتي، سيف. تعالى يا ابني ادخل، ما يصحش كده تقف على الباب. اتفضل. دخل سيف وقعد وقال لها: هاي يا أمي، احكي لي ليه سبتي البيت؟ لعله خير يا سيف بيه. أكيد طبعا خير، بس تعالي يلا انزلي معايا انت وهدى رجعكم. معلش يا سيف بيه، ماما مش هتقدر ترجع الفيلا تاني ولا تعتبها كمان. ليه يا أمي؟ هو أنا ضايقتك في حاجة؟ أثقلت عليكي في شيء؟ وبالنسبة اللي حصل النهاردة عمره ما هيتكرر تاني بإذن الله. معلش يا أمي، أنا خلاص مش هقدر أدخل الفيلا تاني ولا أوري وشي للهنم الصغيرة بعد اللي حصل النهاردة. وأنت عارف كويس الدادة بتاعتك اللي ربيتك لما بتاخد قرار مش بترجع فيه، بس بيتي مفتوح في أي وقت تنورني فيه، لأن يشهد ربنا بعتبرك ابني اللي ما خلفتهوش. بالرغم إن ده أحزن خبر سمعته، بس على الأقل سبتيلي باب مفتوح إني أقدر أشوفك تاني. طبعا يا ابني ده أنت تشرف في أي وقت. وبعد شوية خرج سيف وهو دارت لمامتها: ليه؟ لو قلت له يرجع تاني ويزورك أنا ما صدقت بعدت عن هناك. ليه يا بنتي؟ وفيها إيه لما يجي يزورني؟ المشكلة مش في يومي، المشكلة في أنا وفي قلبي. دخلت وضهدتها ومامتها كانت بتقول ما بينها وما بين نفسها: وعاكي تفتكري يا بنتي إني مش عارفة حاجة؟ ده أنا عارفة كل حاجة. وعند هدى اللي دخلت أوضتها وهي بتقول: يا رب يا رب احفظ قلبي، أنا ما صدقت بشيت من هناك عشان ما أشوفوش تاني. ده أنا كنت برجع من كليتي وبستخبى في أوضتي عشان ما أقابلهوش ويضعف قلبي وما أعملش اللي يغضبك مني. وتمر أيام ويزور سيف دادة ناتية تقريبا كل يوم. أما فين هدى يا دادة؟ بقالي أسبوعين بجي ليك كل يوم ما شفتهاش ولا مرة. معلش يا ابني، ما انت عارف انها بتيجي من الكلية تعبانة، وفي نفس الوقت هي ملتزمة مش بتحب تتعامل مع شباب. عارف عارف كويس قوي كمان يا دادة. طيب هروح اعمل لك كوباية شاي بالنعناع اللي انت بتحبها. ماشي يا دادة اتفضلي. هو في اوضتها ده اللي راحت عليها نومها وما صلتش المغرب في وقته. يا نهار ابيض، هو الساعة كام دلوقتي؟ لما راح بسرعة اتوضى لحسن يجي عليا. خرجت من الأوضة جري ونست إن سيف بيكون موجود في نفس الوقت، فبتفتح الباب وبتلاقي في وشها وثواني وكانت رازعة الباب في وشه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا كده كفاية. لبست نقابها وطلعت لي: سيف بيه، كفاية قوي بقى لحد هنا دخولك بيتنا كل يوم بالشكل ده. أنا مش عاوزة حد يجيب في سيرتنا، احنا عايشين دلوقتي لوحدنا احنا الاتنين، فلو سمحت ما تجيش هنا تاني. لا يا هدى، انا هاجي هنا تاني وتالت وعاشر كمان. لا حضرتك تيجي هنا وبصفة ايه؟ بصفة اني هكون جوزك باذن الله. هو ده بمفاجأة؟ هو حضرتك بتقول ايه؟ ده مش وقت هزار خالص. ومين قالك اني بهزر؟ انا عاوز اصحح غلطتي اني شفتك بوشك واتجوزك. كفاية لحد هنا سيف بيستهتر بينا عشان احنا غلاب، وإن كان ده السبب اللي هيخليك تتجوزني فأنا مسامحك، لأن دي غلطتي أنا وربنا يغفر لي. فعشان كده من فضلك ما تدخلش بيتنا تاني. كفاية يا بنتي كفاية، أنا السبب في اللي انت فيه دلوقتي انت وهو، لأن سيف مكلمني عنك من زمان من قبل حتى ما يتجوز، بس أنا اللي رفضت لأن أنا مش قد المهام ولا مناسبين لي. بس دلوقتي خلاص، هي أيام في الدنيا معدودة، وقبل الأيام ديت ما تروح بتمنى لك يكون لك السند اللي يقف معاك ويقف في ظهرك، ومش هلاقي أحسن منه ليك، لأن ربيته على إيدي وعرف أكتر من نفسي. عشت مع أمك أحلى أيام حياتي، وكنت حاسس بسعادة في البيت الصغير ده أكتر من الفيلا اللي طول الشارع، لحد ما مجيدة بدأت تاخد بالها من تأخيري عليها، وأنا متأكد إنها حست إني اتجوزت بس خفت على مامتك منها، خاصة بعد ما اتولدتي. عشان كده كنت بجيلكم مرة واحدة في الشهر. على فكرة يا بابا، مش أنت بس اللي كنت بتحب ماما، ماما كمان كانت بتحبك قوي. الله يرحمها يا حبيبتي. أمين يا رب يا بابا. بس برضو ما قلتليش، أنا حاسة حاجة مضايقاك وأنت جيت النهاردة مخصوص عشان تفك شوية.
أيوة فعلا يا حبيبة قلب بابا. طيب وإيه السبب؟ بسبب أخوكي زين اللي أكبر منك بيه وسليم اللي في ثانوية عامة. ليه يا بابا حصل إيه؟ بدأ الأب يحكي لها كل حاجة وهي بتسمع لي. ما تزعلش نفسك بالله عليك يا بابا، انت تعرف لو كانوا تحت ايدي كنت ربطهم لك على عجين ما يلخبطوش زي ما ربتني نفس تربية تيتا الله يرحمهم. سمع كلامها اللي كان بيرن في ودانه وجات له فكرة. انت عارفة يا بنتي دلوقتي جات لي فكرة حالا، لو اتعملت هتكوني جنبي من غير ما حد يحس، بالذات مجيدة، وفي نفس الوقت هتكوني سبب ان اخواتك يتغيروا. جانب لافة. ايه هي؟ ايه هي يا بابا؟ انك تقعدي معانا بصفتك مربية لأولادي. انا مربية ازاي؟ مش فاهمة. انت هتلبسي لبس واحدة كبيرة في السن، وبكده مجيدة مش هتاخد بالها من حاجة ولا تشك فيكي ولا كمان حتى الأولاد. طيب ده بالنسبة لطنط مجيدة، فانا فهمت، ليه بالنسبة لزين وسليم؟ اولا لان انت لو ظهرتي كبيرة في السن قدامهم ده يخليهم يسمعوا كلامك اسرع، وكمان انت قريبة من سنهم، لو كنت بشكلك الحقيقي ده يخليهم يرتبطوا بيكي كشاب وشابة، لانهم ما يعرفوش انك اختهم، وبكده مش هنكون عملنا حاجة، بالعكس الدنيا هتبوظ اكتر. تمام يا بابا انا فهمت حضرتك وطبعا موافقة، بس ده بالنسبة لاخواتي. طيب وبالنسبة لملك ابن خالته؟ لان عارف ان عايش معاكم. ملك ابن خالتك بالذات ما تعليش هم من ناحيته، ومسيرك هتعرفي ليه. هو تاني يوم الصبح. خير يا خالي، حضرتك نادينا كلنا في حاجة؟ يا حبيبي اقعد. واحنا كمان نقعد يا بابا؟ انتوا الاتنين لا، خليكوا واقفين. اسمعوني بقى كويس، النهاردة جاية وكمان دقايق بالظبط المربية اللي هتعرف تربيكم بإذن الله. مربية ليه؟ هو احنا أطفال؟ يا ريت أطفال، ده انتوا ما وصلتوش ببهات صغيرة من اللي بتعملوا فيا. بقولك يا سيف، اعمل اللي عاوز تعمله، انا كده كده مسافرة اسبوع لدبي عشان هعمل شوبينج. سيف بصوت واطي كويس، جت من عند ربنا عشان البت الغلبانة. بتقول حاجة يا سيف؟ مع ألف سلامة. مالك بهزار؟ انا ناوي اساعد المربية الجديدة في ببرونهات الحليب اللي هتحضرها لكم الصبح. يا ابن ايه؟ خلي قاعد خليه يسمع، عشان نحضر لكم احنا الاتنين الببرونات سوا. هو ثواني وبيرن جرس الفيلا. سيف بيه، في واحدة بتقول انها الداتا الجديدة، دخليها دلوقتي يا زينب. تمام يا فندم. وثواني ودخلت جانا وهي لابسة لبس واحدة كبيرة في السن. وهنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة يا احلى اخوات، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستاذنكم تضغطوا لايك، ولما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات، وتجاوبوا على السؤال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثواني ودخلت جانا، إلا أول ما شافتهم بصت لهم بتأثر، وكان نفسها تاخدهم في حضنها وتقول لهم إن أنا أختكم. أما هما أول ما شافوها فطسوا على نفسهم من الضحك. باهي دي الدادة اللي بيقول عليها؟ ده كمان كام يوم هتروح وهنودعها كلنا. سمعت كلامهم وبصت لهم بصة خلتهم وقفوا زي الألف. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة جيجي، وكمان اسمها جيجي؟ مش قادر أمسك نفسي. وهنا بقى اتكلمت جيجي وقالت لهم، مالك يا خفيف منك ليه؟ من ساعة ما دخلت وانتوا مش ماسكين نفسكم من الضحك. ايه شايفين بلياتشو؟ ايه يا عم ده فيها صحة وعارفة تتكلم. استنى بس ما تقلقش، مش هتاخد في ايدينا غلوة. اقف عيد الياض منك ليه؟ بدل معدلكم انتوا الاتنين وانتوا بتتكلموا مع ستكم جيجي. مين جي اللي ست يا طنط انتي؟ طنط مين؟ انت بتغلط فيا؟ لا، من النهاردة تناديني يا ست جيجي. ست جيجي؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ هو احنا عاجين فوق السطوح؟ هو في حاجة في اللي قلت مش عاجباك يا ابن حميدة؟ بس ماما اسمها مجيدة مش حميدة. مجيدة حميدة تفيدة مش هتفرق كتير. يلا على اوضكم انتوا الاتنين، وخمس دقايق هطلع تكونوا منظفين الأوضة
وفرشين السرير وكنسين كمان الأرض، وإلا مش هيحصل لكم. طيب هو في يا بابا اللي بيحصل لنا ده؟ يا ابني اعتبرني مش موجود، وكل اللي هتقوله ستنا جيجي أنا هعمله شخصيا. يلا هو أنتوا لسه واقفين؟ ما كملتش كلامها واختفوا من قدامها وطلعوا يجروا على أوضهم، وكانت قاعدة تضحك عليهم بس بتتفاجئ من اللي واقف قريب منها وقال لها: ست جيجي تطلبي مني أنا حاجة؟ إيه؟ قصدي لا متشكرة يا ابني. طيب أنا هطلع لحضرتك دلوقتي الشنط في أوضتك، ولو عوزت أي حاجة ناديني، أنا مش هروح النهاردة الشركة لأني أجازة. منك أنت؟ لا مش عاوزة حاجة، قصدي يعني أنا هعمل حاجتي بنفسي. وعدت كذا ساعة لحد ما جه وقت الغدا. أنت رايح فين منك ليه؟ رايح أغسل إيدي. ما نسيتش حاجة؟ حاجة؟ حاجة إيه؟ ما سمعتكش بعد ما قلت قلت الحمد لله، دي نعمة محدش ليها فأحمد ربك عليها. ماشي الحمد لله. كان لسه هيمشي وقفته تاني وقالت له: استنى. ايه في حاجة تانية؟ خد أطباق اللي أكلت فيها واغسلها. هو انت بتكلمي مين؟ بتكلميني أنا؟ بكلمك انت. لا طب راحتك بقى، انت ملكيش حكم عليا. حلو قوي اللي بتقوله ده، لما أكلم بقى سيف به عشان شكلي في حد هيتمنع من ركوب العربية الجديدة ويقضيها تكاتك وشعلها على باب الأوتوبيسات. هو حضرتك تحب اغسل مواعين أنا بس ولا المواعين بتاعتكم كلكم؟ أنا تحت أمرك يعني. لا مواعينك أنت بس، يلا اتكل على الله. حاضر يا باشا أوامرك. طلع يجري زين بالأطباق بتاعته، وبعد كده بص جيجي لسليم اللي كان مبلم ليها: ها أنت كمان لك شوق في حاجة؟ لا لا أنا رايح أحصله عشان ما يقفش في المطبخ لوحده. فطست عليهم من الضحك وما كانتش واخدة بالها من مالك اللي لقيته قايم وماسك حاجات في ايده. تحب اعمل حاجة تانية؟ هو انت اصلا هتعمل ايه؟ هغسل مواعيني زيهم طالما ده هيخليكي مبسوطة. اتفاجأت من كلماته وخفت على قلبها منه، عشان كده كانت في ثواني طلعت تجري من قدامه. هو انا قلت لها حاجة زعلتها ولا ايه؟ وفي المطبخ: اغسل يا اخويا المواعين كويس بدل ما تفتش ورانا وتقول لنا اعادة. اقعد انت التاني ساكت ما تجيبلناش الكلام بدل ما نلاقيها نطف في وشنا دلوقتي. هو انتوا بتتكلموا على مين يا واد منك ليه؟ سلامتك يا طنط. انت لسه بتقولي طنط؟ قصدي يا ست جيجي. خلصوا اللي وراكم واطلعوا لي فوق عشان اشوف مذاكرتكم. نروح بقى عند مالك اللي كان بيستقبل خاله بعد ما رجع من الشغل. الحمد لله على سلامتك يا خالي. الله يسلمك يا حبيبي. ايه الاخبار؟ لا مية مية الحمد لله. ست جيجي مظبطاهم بس ايه مش عارف، حاسس كده انها بترتبك كل ما تيجي تكلمني، ولما بحاول اساعدها في حاجة دايما بترفض وبلاقيها جرت من قدامي كأني مزعلها في حاجة. طيب وهو ده هيفرق معاك كتير؟ ايوه هيفرق قوي، لانها اول ما شفتها حاسس كاني اعرفها، ممكن لانها شبه مامتي او الله يرحمها. هي فعلا واخده شبه كبير من مامتك ومامتها. هو انت تعرف مامتها يا خالي؟ الاب بتأثر. اعرفها؟ اللي اعرفها يا ابني ده انا اعرفها اكتر من نفسي. وفوق فوق زين وسليم: صفر وانت كمان صفر، ايه الدرجات اللي تسد نفس الكلب الحيران دي؟ معلش اخر مره يا ابلة جيجي. وشك للحدا واد يا سليم. حاضر حاضر. وانت كمان يا سيزيزو، يلا خطك شبه نقر الفرخة المعنسة. طيب اعمل ايه؟ هو كده امر الله ونعمة بالله، بس اللي تعمله انك تتعلم تكتب عدل بدل ما انا خلاص هيجيلي حور رباعي. سامع ولا مش سامع؟ حاضر حاضر سمعت. وتعدي ايام قدرت فيها جيش يتغير من سلوكيات سن وسليم، وفي نفس الوقت من غير ما يحسوا اتعلقوا بيها اكتر من مامتهم. بس بيحصل، لكن في يوم بيحصل اللي ما كانش بيخطر ليهم على بال. البقاء لله يا حبيبي، امكم وهي رجع عملت حادثه. انا نيمت سليم، مش ناوي تنام انت كمان يا زين؟ الوقت اتاخر يا حبيبي. معلش مش جايلي نوم. انا عارفه ان انت زعلان عشان مامتك، بس ده شيء مكتوب ومصيره يدور على كل واحد فينا، فاصبر واحتسب. تصدقيني وما تزعليش مني لو قلتلك اني
مش حاسس اني زعلان قوي؟ جنابه مفاجأة، اكيد طبعا هصدقك، بس مش فاهمة كل كلامك. انا عمري ما حسيت ماما انها ماما، لانها ما كانتش بتهتم بينا وطول اليوم بعيدة عننا، عشان كده موجودة ولا مش موجودة مش فارق معنا كتير. بس انا زعلان، زعلان لان كان عندي امل في يوم من الايام تحس بينا، بس للاسف خلاص مفيش امل. لا يا حبيبي ما تقولش كده، اكيد في امل، وانا وسطكم عمري ما هسيبكم ابدا باذن الله. مش عارف ليه بالرغم ان انت على طول داخله فينا شمال، بس بحس بحنيتك علينا وكانك مننا. كانت بتسمع كلامه وكان نفسها تقوله ان انا اختك حبيبتك، وهو كمان كان بيبص لها بنظره مليانه تأثر، مع اعتقاده على الرغم انها مش منهم الا انها حن عليهم من امهم. اتكلمت معاه كتير لحد ما عيني غابت في النوم، غطته ودخلت اوضه اخوها الصغير تطمن عليه، بس وهي طالعه هو انا مش عارف اشكرك قد ايه على اللي عملتيه معاهم. كنت معتقد ان هما مش هيعرفوا يتخطوا الامر ده، وكمان ولا انا ولا خيلي كنا هنقدر نعمل اللي انت عملتيه معاهم، فبجد وجودك معانا اثر فينا كلنا. اتحركت منه وتلجلجت وقالت له معلش انا مضطره اروح اوضتي، وبسرعه كانت هتلف وتروح اوضتها. لقيت اللي بيقول لها انا ليه اعتب عليكي؟ هو انا ضايقتك في حاجه عشان تعامليني بالشكل ده؟ ده من اول يوم شفتك فيه وانا ما كملش كلامه ولا اللي طلعت تجري من قدامه. يا نهار ابيض، لا كده مش هينفع، الواد ده غلط على قلبي، انا لازم اكلم بابا. وتحت في المكتب ايه مالك يا مالك، انا كلمتها زي ما قلتلي، وبعدين طلعت تجري زي كل مره. الاب بتحك، واكيد طبعا عاوز تعرف ليه. ايوه طبعا. كان لسه هيرد عليه بس لا اللي بيخبط على الباب، وكانت جانا. بسرعه استخبى ورا هنا وهتعرف كل حاجه. اهلا اهلا يا حبيبتي، عامله ايه؟ حبيبتك؟ وانا اللي كنت فاكرك عاقل يا خالي، طلعت من اياهم. تسلم لي يا رب يا حبيبي. حبيبك حتى انت يا ست جيجي، ده انا شكلي اخدت فيكم مقلب انتوا الاتنين. مالك، حاسس ان انت عاوزه تقولي حاجه؟ ايوه فعلا. وعن ايه؟ عن ملك ابن خالته يا بابا. هي حصلت تجيب سيرتي؟ وفجأة ركز في الكلام. ايه ده، هي بتقول بابا وملك ابن خالته؟ انا كل ما بيقف قدامي ببقى عاوز اجري من قدامه، ومش برضه اتكلم معاه. كل ما يكلمني رغم ان بكون في حيرة من امري، اقف اكلمه ولا ابعد عنه واعمل اللي يرضي ربنا عز وجل. بس الحمد لله بختار رضا ربنا. الله يثبتك يا حبيبتي. بس يا ترى بقى ايه اللي بيخليك كل ما تشوفيه تجري من قدامه؟ كلميني بصراحة. بس اروح يا بابا كده، كل ما بشوفه قلبي بيدقي جامد ومش بعرف اقف على رجلي، عشان كده بلاقي نفسي بطلع اجري. الاب بتضحك. طيب وعارفه ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه انك معجبه بابن خالتك، ورجلك اللي بتجري دي عشان حافظه قلبك. انت بتقول يا بابا؟ بيقول اللي انا كمان كنت عاوزه اقوله وما تعرفوش، ان معجب بك من وانت صغيره بسبب كلام خالي عنك، بس ما كنتش اعرف ان اللي قدامي دي كنت انتي، عشان كده كنت مستني اليوم اللي قبلك فيه واقول لك جنى تقبلي تتجوزيني. كانت لسه هترد عليه، بس بتكون المفاجاه مفاجئتين لما بيلاقوا اللي واقعين على الارض. هو انتوا كنتوا بتعملوا ايه ورا الباب؟ وسمعتوا ايه بالظبط؟ احنا سمعنا احلى خبر في حياتنا، ان لينا اخت اغلى من حياتنا. وتعدي سنه، في خلالها بيتخرج اخيرا زين من الكليه، اما سليم بيدخل هو الكليه وبيتجوز ابطالنا، اما ابو ابطالنا بيكون شايل حفيده على ايده. وهنا تكون انتهت حلقتنا النهارده يا احلى اخوات، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا ان استاذنكم تضغطوا لايك، اما لو مكنتوش مشتركين في القناه تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام عشان تاخدوا حسنات، وتجاوب على السؤال اللهم صلي. وداخل فيلا الأباصيري، وخاصة داخل غرفة الابن الأصغر. بره
كلكم بره، مش عاوزه اشوف وش حد فيكم تاني، سامعين؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، خد لك ستر يا عم حسني. يا بنتي تعالي نطلع من هنا وننفد بجلدنا، انتوا لسه واقفين بره؟ بقول خرجوا وطلعوا يجروا على اخو الكبير. ايه في ايه؟ انتوا عاملين كده ليه؟ انا ما عدتش تاني داخله عند احمد بيه، بدل ما بات في المستشفى، بدل ما بات في بيتي. وانت يا عم حسن ايه اللي دخلك معايا؟ اصل يا ابني كانت خايفه تدخل لوحدها، فقلت ادخل اساعدها، لقيت نفسي انا اللي محتاج اللي يساعدني. طب اتفضلوا انتوا وانا هتصرف باذن الله. قام عشان يدخل اوضه اخوه وهو قايم بقى. تعال اعرفكم على شخصيته، وهو شخصيه من شخصيات قصتنا. حازم الاباصيري شاب عنده 30 سنه، بس بسبب المسؤوليات اللي عليه اللي يشوفه يجيله اكتر من سنه، واخوه بطلنا احمد واكبر منه بس بسنتين، لكن من ام تانيه، والاتنين من اب واحد. دخل حازم اوضه اخوه واخد نفس عميق وقال بكل حزم: ايه في يا احمد؟ عامل لك دوشه ليه على الصبح؟ وهعمل دوشه كل يوم طالما كلامي مش بيتسمع. يعني عاوز ايه؟ قلت 100 مره مش عاوز اكل ولا اشرب، ولما عاوز هبقول، والا هعمل كده كل شويه. كان لسه هيرد على اخوه بس بيبص على الارض لقى الاكل والاطباق اللي مرميه عليه، عشان كده نزل يلمها. يا اخي حرام عليك، دي نعمه ربنا عز وجل، في ناس كتير مش لاقياها، بدل ما تحمد ربنا ترمي الاكل بالشكل ده، بدل ما تزول من وشك. بقولك ايه يا حازم، بدل المواعظ بتاعتك دي كنت نفعت بيها نفسك اولى. قصدك ايه يا احمد؟ قصدي كنت نفعت نفسك وقدرت تجيب عيل صغير، بدل ما انت متشطر على الكبير اللي زي. هو انا مش عارف قلبك سمح لك ازاي تقولي الكلمتين دول، رغم اني كنت مربيك كانك ابني واكتر كمان وحته مني، وان كان زوجتي اللي اتجوزتها ما رضتش تكمل معايا عشان مش بجيب اطفال، فده رزق من عند ربنا عز وجل ومش مكتوب لي، بس برضو عندي امل في الله، لان وما ذلك على الله بعزيز. سابه ومشى. اما احمد حس بتأنيب ضمير بسبب اللي قاله لاخوه الكبير. قالوا يا فريدة انت فين؟ انا محتاجك دلوقتي حالا. هو عند حازم اللي رجع تاني مكانه. انت لو فضلت على كده كتير يا احمد مش بعيد تضيع مني، بس لحد امتى انا هفضل ساكت؟ انا لازم اتحرك. سلام عليكم. ايوه يا هنا، عامله ايه يا حبيبتي؟ وعليكم السلام، الحمد لله يا ابي في نعمه. بقول لك ايه هنا، انا عاوزك ضروري تجيلي الفيلا حالا. من فضلك يا ابي، انا مش عاوزه ادخلها تاني، لو انت فعلا بتحبني ما تضغطش عليا. ما عشان بحبك وبحب احمد انا محتاجك تيجي، انا سبتك سنه من ساعه اللي حصل ومش راضيه اضغط عليك، بس هو خلاص مش هينفع اسكت اكتر من كده عشان احمد بالذات. انا بلافة ليه يا بي؟ هو احمد حصل له حاجه؟ شفتي خايفه عليه ازاي؟ سكتت هنا ومردتش ترد. ما تقلقيش، هو السنه دي كلها مقضيها في اوضته، مش بيطلع منها ولا حتى بيخطي باب العتبه بتاعتها، ولو جيتي اتاكدي انه مش هيشوف. حاضر حاضر يا ابي هجيل. اعرفكم بقى على بطلتنا، انا الجرح بنت خاله حازم، وفي نفس الوقت اخته من الرضاعه من ناحيه مامته، ونفس سن احمد 28 سنه، خريجه طب ومنتقبه، وكانت بتربطها علاقه وثيقه باحمد، وده اللي هنعرفه دلوقتي باذن الله. قفلت الفون مع حازم ورجعت لسنه ورا بالظبط فلاش باك، وهما رايحين بيتهم بعد ما اتكتب كتابهم هي واحمد. يا على الفرحه والسعاده اللي انا فيها النهارده يا هنا، بجد ما تتوصفش. مش قد فرحتي يا احمد، لان بجد انت اول اعجاب في حياتي من وانا صغيره، وربنا فعلا رزقني بيك، لانه علم برغم الاعجاب ده كله والسنين دي كلها الا اني كنت بحافظ على قلبي
ومش برضه ابدا ابصلك بص حرام، ولا نظرة حرام، ولا حتى افكر فيك عشان مشغلش قلبي بيك. ما انا يا بنتي ما عجبتش بيكي من فراغ، ومش قادر اخبي اعجابي اكتر من كده. هو انت ناوي تعمل ايه؟ انا عارفه حركاتك اللي ما يعلم بيها غير ربنا. احمد بضحك. كويس ان انت عارفه انك متجوزه واحد لاسع، وهوريكي لسعانه حالا. طلع من شباك العربيه وهو بيقول بأعلى صوته: يا ناس يا هو، انا اسعد واحد في الكون النهارده عشان اتجوزت هنا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ادخل يا دماغك طايره منك، لحسن تتشنكل بره العربيه. يعني خايفه عليا؟ انا بحياء يوبا يا غلباوي، ادخل فرجت علينا الناس. ماشي عشان خاطرك بس. لا انا زعلانه منك يا احمد. خلاص يا ستي ما تزعليش، هصالحك دلوقتي واجيب لك احلى واحد شاورما سوري كبير من محل الناس الطيبين السوريين اللي انتوا كنت دايما بتشكري لي فيهم. دي احلى مصالحه ولا ايه؟ بس ما تنساش تزود التوميه. بس كده من عينيا الاتنين. وصلوا قدام المحل وحاول يوقف العربيه، بس اكتشف ان الفرامل فيها مشكله. بص ليها بنظرات مليانه حب وخوف في نفس الوقت، وهي خدت بالها من نظراته. مالك يا احمد، في حاجه؟ وانت اللي عديت المحل. انا الفرامل عطلانه. يعني ايه؟ انا مش فاهمه. يعني العربية مش هتقف إلا لما البنزين يخلص، أو لا قدر الله إننا نعمل. لا ما تكملش بالله عليك يا أحمد، إيه اللي بتقوله ده؟ إن شاء الله ربنا ينجينا إحنا الاتنين مع بعض. أنا ما فيش وقت، في إشارة قدامنا. نطي نطي بسرعة. لا يا أحمد أنا عمري ما هسيبك، ما تقولش كده بالله عليك. نطي يا هنا نطي، ما فيش وقت. لا يا أحمد بقولك لا. زقها وكمل هو، بس يا دوبك ثواني وكان. وبعد ساعة: من فضلك يا دكتور طمني على أخويا. هو أخو حضرتك الحمد لله عدى مرحلة الخطر، بس يا دكتور من فضلك كمل. هو الخبطة اللي اتخبطها جت في دماغه، وما لما يفوق هنعرف لسه نتيجتها بإذن الله، بس احتمال كبير ما يعرفش يمشي برجله تاني، وده في الغالب مش نتيجة الحادثة، لأن فقد الحلقة ديت كان قبل ما يحصل التصادم، واللي حصل له ده نتيجة إنه كان عاوز ينقذ حد غالي عليه جدا ومقدرش، فحس بالعجز. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا السبب، أنا يا أبي السبب اللي هو فيه دلوقتي بسببي أنا. بس يا هنا ما تقوليش كده حبيبتي، انت عارفة كويس انه كل حاجة قضاء وقدر، وده نصيبه، واللي عمله معاكي ده اي حد كان هيعمله مع مراته. معلش يا ابن عمي، مش مكتوب لكم تفرحوا في يوم زي ده. الحمد لله على كل حال. فريدة لنفسها: ولسه انتوا لسه شفتوا حاجة؟ وبعد 6 ساعات بيفوق احمد وبيدخلوا يطمنوا عليه، بس بيتفاجئوا انه بينادي على فريدة. فريدة انت فين؟ فين فريدة خطيبتي؟ هو ازاي بيسأل على اللي كانت خطيبته ومش بيسأل على مراته يا دكتور؟ هو مرحلة الخطوبة ديت كانت امتى بالظبط؟ كانت من حوالي 3 سنين. يبقى للأسف هو فقد كل ذكرياته الخاصة بال3 سنين دولت اللي فاتوا بكل الأحداث اللي فيهم. يعني مش هيفتكرهم تاني؟ الله أعلم. يا لا، أنا بمفاجأة من الكلام اللي سمعته. يعني يا دكتور هو كده نسى إن مراته؟ أنا مش مصدقة. أيوة للأسف نسى كل حاجة. لا مش مصدقة، مش معقول، مش معقول أحمد ينساني وينسى كل ذكرياتنا الحلوة مع بعض. أحمد من فضلك بص لي كويس وقول لهم انا مين، قول لهم انك تعرفني، قول لهم ان انا مراتك. بص لها وبدا يدقق فيها، بس قال لها اللي وقع قلبها. بس انا ما اعرفكيش، انا اول مره اشوفك فيها. وهنا تكون انتهت حلقتنا النهارده يا احلى اخوات.
أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولنا رأيكم في التعليقات، ولما كنتوش مشتركين تشتركوا في القناة وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات وتجاوبوا على السؤال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد من فضلك بص لي كويس وقول لهم أنا مين. قول لهم إنك تعرفني، قول لهم إني مراتك. بص لها وبدأ يدقق فيها، بس قال لها اللي وقع قلبها. بس أنا معرفكيش ودي أول مرة أشوفك فيها. اتفاجئت من كلماته ووقفت مكانها وما قدرتش تتحرك، بس ما استسلمتش وقربت منه وقالت له من فضلك حاولتي، حاولت تفتكر انا مين. كانت منتظرة منه اي كلمة تطمنها، لكن كانت ردة فعله غير متوقعة. انت ازاي تسمحي لنفسك ان ايدك تتمد عليا بالشكل ده ولا تقربي مني كده؟ اطلعي برا، انا مش عاوز اشوفك تاني. فين فريدة؟ فين فريدة؟ من فضلك لو سمحتي لحد هنا وكفاية كده، لحسن يحصل له مضاعفات مش هتحمد عجواها. معلش يا هنا، اخرجي دلوقتي يا حبيبتي لحد ما نشوف اللي ممكن نقدر نعمله. خرجت هنا وكمل الدكتور كلام مع حازم. بص يا حازم بيه، احنا دلوقتي مش عاوزين نعمل له اي لخبطه في الذاكره بتاعته عشان ما نضطرش نخسر سنين اكتر من عمره. يعني ايه يا دكتور؟ انا مش فاهم. يعني هنتعامل معاه زي ما كانت شخصيته من 3 سنين، إنه كان خاطب ولسه خطبته مستمرة مع خطبته وكأنه لسه متجوز. خرج حزم لهنا وما كانش عارف يقول لها إيه ولا يبدأ من فين ولا إزاي. هنا حبيبتي، أنا عارف اللي هقولهولك ده ممكن تتفاجئي منه، بس سامحيني، سامحيني لأني مضطر أعمل كده، وأنا عارف كويس عشان خاطره أنتي كمان هتيجي على نفسك. وبدأ يحكي لها اللي قاله له الدكتور بالظبط. سمعت كلماته وهي مش مصدقة إنها ممكن تستحمل إن يكون مع واحدة تانية كانت خطيبته. من فضلك ردي علي وقولي له موافقة. أنا مش قادرة أرد ولا هقدر كمان أرد، بس مش هقول غير إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أنا عاوزك تستحملي وتصبري وتتقوي بالله عز وجل لحد ما تعدي الشدة دي، بس وعديني، اوعدي أخوك حبيبك إنك هتعملي كده. حاضر يا بيه، أوعدك بإذن الله. أما عشان يتكلم مع فريدة إلا أول ما سمعت الخبر كانت طايرة من الفرحة وحست إن اللي أخدته منها هيرجع لها تاني، وما اكتفتش بكده وبس. معلش بقى يا هنا، مش مقسوم ليك يا حبيبتي لأن كان ليا من الأول. وبعد أسبوع، من فضلك يا بيه عاوز أشوف زوجي، أنا مش قادرة أستحمل إني أشوفوش كل الفترة دي. يعني فريدة تشوفه اللي ما بتربطهاش أي علاقة بيه، وأنا مراته مش قادرة أشوفه. دي دخلة خارجة من عنده عادي كده، وكأن الأدوار اتبدلت وهي اللي بقت زوجته. مش بإيدي هنا، مش بإيدي يا حبيبتي، دي تعليمات الدكتور. طيب بس أقل من 3 دقايق، مش هكتر عن كده وأخرج بسرعة. بالله عليك يا هنا، ما توجعليش قلبي عليكم انتوا الاتنين اكتر من كده.
بالله عليك يا بي، من فضلك وقفل، ده مهما كان زوجي. حاضر يا هنا، بس أول ما تحس إنه رافض هتخرجي، اتفقنا؟ حاضر حاضر اتفقنا يا بي. كانت لسه هتدخل لأوضة أحمد بس بتتفاجئ بفريدة لسه طالعة من عنده. الله، انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي اشوف زوجي. جوزك؟ قصدك اللي كان جوزك وانا دلوقتي خطبته وزوجته المستقبلية كمان. التله بقى وكفاياكي فريدة، اظن كفاية كده فعلا. ما تنسيش نفسك وتندمجي في الدور اكتر من كده، لان انا وانتي وهنا عارفين كويس انها مجرد مسرحية مش اكتر ولا اقل. طب بعد اذنكم ورايا مشوار وراجع تاني لأحمد. ادخلي يا حبيبتي، ادخلي وانا هقفلك بره. ماشي يا بي، ربنا يبارك لي فيك يا رب. ادخلي يا فريدة، انت نسيتي حاجة ولا ايه؟ انا مش فريدة. لف احمد ليها وقال لها امال انت مين؟ ولا استني، مش انت البنت اللي كانت في المستشفى واتبلت عليا ان انا زوجها؟ انا هي، بس والله ما تبلتش عليك، انا فعلا زوجتك وانت زوجي. هو انت هتدبسيني في حاجة انا ما عملتهاش؟ هو في حد برضو ينسى مراته؟ انا بتأثر. ايوه يا احمد، انت نسيت انا مين؟ ولو دورت جواك كويس هتعرف ان انا مراتك اللي انت كنت يعجبها الاول والاخير. حس بصدق كلامها بس كمل بعناد وقال لها لا بجد برافو عليكي، كنت هقرب اصدقك. بقولك ايه، شويه الحركات بتاعتك دولت انا حافظهم كويس، شوفي عاوزه كام عشان انا مش عاوز وجع دماغ كتير. يعني ايه؟ مش فاهمه قصدك. يعني شوفي مين حدفك عليا عشان تاخديلك قرشين، ومش بعيد الاقيكي كمان يومين لو ما عجبتكيش القرشين دولت جايبالي عيل من الشارع وبتقولي انه ابني، وتعمليلي بقى هليله وصحافة عشان بقى تكسري عيلة الأباصيري. بس انسي. انت ايه اللي بتقوله ده يا حمد؟ انت اكيد فهمت غلط. انطقي، عاوزة كام؟ سكتت بمفاجأة وما قدرتش تتكلم من صعوبة الموقف والكلمات الموجهة ليها. اما احمد رملها شيك بمئة الف جنيه وقال لها اظن كده حلو قوي على واحدة زيك، تاخديه وبره وما اشوفش وشك. انا خارجه يا احمد، بس مش هيأس من رحمه ربنا عز وجل، لان لسه عندي امل. رجعت من ذكرياتها وهي مش قادره تنسى كل لحظه مرت عليها في خلال الايام اللي فاتت وقد ايه كانت صعبه عليها، بس ما كانش قدامها غير انها ترفع ايديها وتدعي للذي لا يغفل ولا بينام. يا رب يا رب، انا ماليش غيره في الدنيا ديت هو واخويا حازم، يا رب ما تحرمني منهم، دبر لي امري فاني لا احسن التدبير. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. قامت ولبست نقابها وبعد ساعه كانت في الفيلا. عامله ايه يا حبيبتي؟ برضك كل الغيبة دي على أخوكي؟ مش بيدي، بعد اللي حصل بجد مش قادرة أعتبها، يا دوبك بس بكتفي إن أطمن عليه منك أنت يا بي. الله المستعان. طبعا عارفة إن الموضوع ده بقاله سنة عدت وللأسف مفيش أي تقدم في الذاكرة بتاعته ولا حتى في حركة رجله، وبحاول بشتى الطرق كل ما يقول إن عاوز يتجوز فريدة وتضغط عليه هي كمان من ناحية تانية إن أخر الأمر، بس بجد مش قادر اكتر من كده لوحدي. انا محتاجك معايا، محتاجك معايا جدا يا هنا. يا ريت يا بيه اقدر افيدك باي حاجه، بس بجد مش عارفه اعمل حاجه. انا في خطه ربنا الهمني بيها وبجد بتمنى تساعديني فيها. لو انت فعلا عاوزه احمد يرجع لك تاني. هنا بلهفه، ايه يا بيه؟ انا مستعد اعمل اي حاجه عشان احمد، بس قول لي الخطه من فضلك. الخطة هي إنك تخلي أحمد يعجب بيك ويتقدم لك من أول وجديد. اتصدمت أول ما عرفت الكلمات ديت، وهو بدأ يحكي لها
على كل تفاصيلها، وكانت بتستمع لي بكل ذرة في كيانها. لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. هي فهمتي يا هنا؟ آه يا بي، فهمت كل حاجة. تحبي نبدأ من إمتى؟ أنا مستعدة من النهاردة قبل بكرة كمان بإذن الله. تمام يا حبيبتي، هبعد دلوقتي معاكي الدادة زينب تجيب كل الحاجات اللي مطلوبة، وأنا هطلع له دلوقتي أكلمه. وانت خلي عندك ثقة في نفسك، لأن قبل الثلاث سنين دولت هو ما شافكيش بوشك إلا لما كنت صغيرة، يعني بالتأكيد مش هيعرفك. هو بعد شوية. أعمل إيه دلوقتي يا أحمد؟ أحمد بجدية؟ الحمد لله يا حازم، هتفضل كده مركب لي الوش الخشب ده بسبب اللي حصل الصبح؟ أنا ما عاتبتكش ولا قلت لك حاجة، بالرغم إن أنت اللي غلطان وأنا اللي أكبر منك، بس أنا اللي هاجي صالحك. ما تزعلش يا صاحبي ويا أخويا ويا ابني. أحمد بتأثر؟ ماشي حازم، مش عارف قلبي مش بتهون علي ليه، عشان قلبك طيب. بس خليني بقى في المهم، أنا جايب لك مفاجأة حلوة قوي. فاكر هنا بنت أخت ماما الله يرحمها؟ آه طبعا فاكرها، هي دلوقتي بقت دكتورة علاج طبيعي قد الدنيا وشاطرة قوي. فإيه رأيك إنها ما تكملش يا حازم؟ أنا مش عاوز حد يجي يساعدني في حاجة. اسمعني بس يا أحمد كويس، أنا صبرت عليك سنة بحالها وما فيش أي تقدم في رجلك بسبب إنك ولا عاوز تروح ولا تخلي حد يجي هنا يطمن على رجلك، فمش هسكت أكتر من كده. وانت عارف كويس طالما قلت كلمة مش هرجع فيها، وهي النهاردة هتيجي تكشف عليك، وكمان هتبقى مقيمة في الفيلا، لأنها زي ما انت عارف هي مش بس بنت خالتي، دي كمان أختي في الرضاعة. هي عافية يعني يا حازم؟ أيوة عافية يا أحمد. وفي نفس اليوم بالليل، ازيك يا أحمد؟ أنا بنت خالة حازم. انت فاكرني؟ وهنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة يا أحلى أخوات. أتمنى تكون عجبتكم، ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تجاوبوا على السؤال وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي نفس اليوم بالليل، أحمد هنا جت ووقفة برا الباب وهتدخل دلوقتي حالا بإذن الله. أنا بس حبيت أعرفك وياريت تتعامل معاها بشكل كويس. ثواني وكانت داخلة، بس أول ما شافته بصيت له بشوق وحنين، وبالرغم إنها زوجته ومفروض تتعامل معاه بأريحية، إلا إن ممنوع كل حاجة عنها. إزيك يا أحمد؟ أنا هنا بنت خالة حازم. انت فاكرني؟ ايوه طبعا فاكرك، انت اللي كنت معانا وانت صغيره في المدرسه. كان نفسها يقول لها ايوه فاكرك، انك زوجتي مش البنت الصغيره اللي كانت بضفاير. ايوه فعلا ده انا، بس انت مش فاكرني لما كبرت؟ لا دي اول مره اشوفك يا وانت كبيره. طيب تحب نبتدي الجلسه دلوقتي؟ سكت ومردش، واللي رد عنه كان حازم. أيوة طبعا يا دكتور هنا، اتفضلي انتي. قربت منه عشان تفحص رجله، وكان هيالها الحذاء بتاعه بس ما عرفش. عنك يا دكتورة، أنا هشيلهوله. لا خليك زي ما انت يا بحازم، أنا هعملهوله. اتفاجأ من طريقتها وتوضحها، وكملت كشف وقالت له هي الحادثة حصلت لك امتى؟ من حوالي سنة. طيب انت عارف ان رجلك مش بتتحرك مش نتيجة الحادثة، ده نتيجة حاجة جواك، يعني انت اللي منع نفسك بنفسك. احمد بتريقة. وهو ايه يعني اللي هيخليني امنع نفسي ان اتحرك يعني؟ السؤال ده محتاج منك ان انت تجاوبه، وهتعرف اجابته لو فتشت جواك كويس. غريبة قوي يا دكتور، مش عارف ليه حاسس انك بتكلميني بالالغاز. ولا الغاز ولا حاجة، الموضوع بس محتاج منك شوية إرادة. هكتب لك دلوقتي على شوية مكملات غذائية
وأدوية لتقوية عضلة الرجل، وطبعا ده مع كل وجبة، فطار وغدا وعشاء. مش أما ياكل لقمة واحدة يا هنا في بقه يبقى فيه فطار وغدا وعشاء؟ ايه اللي بتعمله في نفسك ده يا احمد؟ انت كده ممكن تضيع مني، اقصد تضيع مننا. احمد لنفسه مش هتفرق كتير، انا حاسس اني عايش ومش عايش، حاسس بفراغ جوايا مش عارف اسده، ومش عارف ايه سببه، ومش قادر افضفض لحد، حتى الفريدة اللي في يوم من الايام هتكون زوجتي الوحيدة. انت كويس يا احمد؟ سرحت في ايه؟ لا انا كويس، بس سيبوني براحتي. انا عمري ما هسيبك، عمري ما هينفع اسيبك، ومن بكره باذن الله كل شيء هيتغير. وتاني يوم الصبح بتخبط هنا الباب، بس بتلاقي فريده وبتتجاهلها. اتفضل يا احمد افطر. وانتي مين ان شاء الله؟ انا دكتوره العلاج الطبيعي الخاصه باحمد. واحمد كده حاف من غير باشمهندس احمد؟ وبعدين احنا ما تقابلناش في مكان تاني قبل كده؟ اتفاجئت انا من سؤالها، بس اللي كان مطمنها انها كانت عارفة ان احمد مرتبط بواحدة منتقبة من قريب حازم، مش اكثر ولا اقل. والله ده ما يخصكيش، انا جاية هنا بأدي عملي وبسعى باذن الله ان يكون على اكمل وجه. بقولك ايه، احنا مستغنيين عن خدماتك، يا ريت بقى ما توريناش وشك تاني. المفروض يا أستاذة، بما أظن يعني إنك خطيبة أحمد، إنك تخاف عليه أكتر من نفسك، وتساعدي إنه يكمل علاجه وتاخده بإيده وياخد الدواء في وقته ومعاده، مش تسعى إن انت تبوظي له حياته وتخليها محلك سر. اتحرجت فريدة ومعرفتش ترد عليها، أما اللي اتكلم كان أحمد. بس انتوا الاتنين، أنا مش ناقص صداع. حطي لو سمحت الاكل يا دكتور هنا، وانا لما عاوز اكل هاكل باذن الله. بس كده غلط، انا ادرب مصلحتي. سمعتي قالك ايه ولا تحب عدلك اللي قاله؟ فريده مش هتقعدي تاكلي معايا؟ لا يا احمد، ورايا مشوار دلوقتي حالا، كل انت. لا خلاص، نفسي تسدد. طب معلش بقى، مع السلامه. نزلت فريده وخدت بالها هنا من نزولها، عشان كده انتهزت الفرصه وتأكدت أول ما إنها مشت. وأول ما تأكدت إنها مشت رجعت لأوضة أحمد. هو أنت لسه ما أكلتش؟ مش عاوز أكل. طيب تعالى اطلع شوية في الجاردن وتعرض شوية للشمس، الجو جميل قوي النهاردة. مش عاوز. هنبنى في الصبر، هو كل حاجة مش مفيش حاجة اسمها حاضر، دي حاجة تزهق يا أخينا أنت. بس افتكر أنت اللي بدأت. خرجت وهبتت الباب، أما هو اتفاجئ من طريقتها، والأول مرة من سنة ما يمسكش نفسه ويفطس من الضحك على طريقتها في الكلام. غريبة أوي البنت دي، من وهي صغيرة ليها كده طريقة تلقائية في الكلام تشد كل اللي قرب منها، بس ما كنتش أعرف إنها حتى وهي كبيرة لسه محافظة عليها. وبعد ساعة، هو أحمد بيعمل دلوقتي إيه يا بيه؟ دخل ياخد شاور يا حبيبتي، وكنت بساعده. هو لسه جوه التويلت؟ وهيرن عليا كمان 5 دقايق كده ان شاء الله، اول ما يخلص عشان اساعده في باقي اللبس. حلوة قوي يا ابي، انا طالعه له دلوقتي. انت ناويه تعملي ايه بالظبط يا اللي دماغك طايره منك؟ شكلك مش ناويه تجيبيها لبره. ولا حاجه، انا هخليه بس يفرج عليا الفيلا كلها والفلل المجاوره. طلعت هنا واتسحبت، ولقيت لبسه موجود على السرير ودقايق وخرج من التويلت، بس اتفاجئ بيها. ايه ده، انتي بتعملي ايه هنا في اوضتي وانا بالشكل ده كمان؟ انت عاوز لبسك عشان الجو ساقعه صح؟ ايوه، هاتي حالا واطلعي بره. حاضر هطلع، بس المره دي هطلع بلبسك، لان انت هتلاقيه بيتشمس تحت في الجنينه لو انت عاوزه. استني استني هنا. طلعت هنا تجري، أما أحمد وربنا ما أنا سايبك يا بنت المؤمنين، ومن غير ما يحس طلع بره أوضته، والأول مرة من سنة وهو حاسس إن هي طيرت له برج من دماغه. يا حازم يا حازم يا زينب، أنت يا بنت يا دكتورة، هاتي اللبس. هو في إيه؟
خد لك ستر يا بيه وانفت برجلك. خليها تجيب اللبس يا حازم، سمعني خليها تجيب اللبس بتاعي. حازم بتأثر؟ انا مش مصدق عيني. انت بجد طلعت بره الاوضه بتاعتك؟ هو كمل بضحك. بس ايه يا حبيبي ده بقى، يوم ما تطلع بالشكل ده اسال الانسه. هو انت عملتي له ايه بالظبط يا انسه؟ ابدا، اخدت لبسه وطلعت اجري بيه بس، وهو اللي حصلني. حازم بضحك. الله ينور عليكي، انت بتقولي يا حازم ليه؟ كل خير، كل خير ان شاء الله. هو كمان يومين انا جبت لك الفطار، هتاكل ولا لا؟ لا مش عاوز. خلاص حلال على بدني وصحه وعافيه ليا، انا لسه ما فطرتش، انا نازله بيه طالما انت مش جعان. هو جه وقت الغدا، انا جبت الغدا، هتاكل برضو ولا لا؟ قلت لا مش عاوز. تمام انا نازله بالاكل، مع السلامه. اروفوار. هو بالليل، يلا يا احمد خد الدواء بتاعك. هو انا هاخد الدواء كده من غير اي اكل؟ اخده من غير اكل طالما مش عاوز تاكل. بس انا جعان. بصيت له بتأثر لان اخيرا نطق وقالها. ياه اخيرا طلبته ببقك. حاضر، بس كده من عينيا. راحت وجابت الاكل، بس ما خلتهوش ياكل لوحده، جلت معاه هي وحازم اخوه. ياه قد ايه القعده دي كنت محتاجها من زمان، وقد ايه وجودك في حياتنا ملا البيت كلها بهجه وسعاده. مش عارف اللي هقوله ده صح ولا غلط، بس لو رجع بيا الزمن كنت اخترتك انتي، مش اخترت فريده يا هنا. وفي نفس الليله، ما تسيبنيش، حد يساعدني؟ في حد هنا؟ استنى انا هساعدك. متشكر قوي، انا كنت فاكر خلاص اني هقع ومش هعرف ارجع تاني. لا قدر الله، ما تقولش كده يا احمد بالله عليك. ايه ده، انت عارفه اسمي؟ هو انت تعرفيني؟ طبعا عارفاك، وعارفاك كمان اكتر من نفسي. طب انت مين؟ دور جواك كويس هتعرف انا مين. حاولت بس مش عارف. اسأل قلبك هيدلك عليا. مع السلامة، مع السلامة يا أحمد. استني أنا مش قادر أتحرك. استني هنا ما تسيبنيش. هنا انتي فين يا هنا؟ انتي فين يا هنا؟ احنا مش كنا في العربية؟ هو ايه اللي جابني هنا؟ وهو ايه اللي حصل؟ واللحظة استرجع كل حاجة في خلال السنة اللي فاتت، وخاصة اللي عمله معاها هنا. أنا آسف يا هنا. قعد على كرسيه وكان لسه هيطلع بره يدور عليها، وما فاقش من المفاجأة بتاعت استرجاع ذاكرته. سمع اللي ما خطرش على باله، هي فاكرة ان مش عارف ان هي هنا مرات احمد. بس على مين؟ ده زي ما دبرت لهم موضوع الفرامل يوم فرحهم، هقدر اعمل زيه تاني وتالت كمان وعاشر. استنى بس مني اشارة. وبعد ما خلصت المكالمة بتاعتها دخلت فريدة واتفاجئت باحمد اللي كان صاحي. احمد، هو انت كنت صاحي؟ اه يا فريدة، عاملة ايه؟ بقالك كام يوم مش بتيجي يعني؟ انا كويسة، جيت بس اطمن عليك واخد الفلوس اللي كنت سايبها لي. بس كده؟ حاضر من عينيا. بس هو انت ما كنتش جايه تطمني عليا، جايه عشان الفلوس وبس؟ فريده بارتباك. لا طبعا، انا جايه في الاصل عشان كده اطمن عليك. طيب كويس اني شفتك، ثواني وهكتب لك الشيك. فريده لنفسها وقعت لي قلبي، افتكرتك سمعت كل حاجه. طيب بعد اذنك بقى، انا اطمنت عليك، هسيبك تنام دلوقتي. خرجت فريده، ولما بص من الشباك وتاكد انها مشت، اتصل بواحد صاحبه وحكى له كل حاجه. لازم يكون في دليل على اللي عملته ده يا احمد. طيب اعمل ايه؟ انت تحاول تاخد منها الموبايل بتاعها.
وهبعت لك جهاز صغير كده عن طريق هيسجل كل مكالمة هي بتقولها، وأول ما يكون في جديد تبلغني أول بأول عشان أقدر أتحرك. بس أهم شيء ما تعرفهمش حاجة لحظة الخطة تبوظ. تمام، حاضر يا حسين. قفل الفن مع صاحبه ورفع إيده وبدأ ينادي يا رب. يا رب يا رب، أنا كنت بعيد عنك الفترة اللي فاتت، ومع كل اللي عملته إلا أنك فوقتني قبل فوت الأوان ورجعت لي عيلتي اللي كنت محتاج حضنها من زمان. خلص دعائه وقام اتحرك بالكرسي بتاعه وتوضى وصلى، ودي كانت أول مرة يركعها من سنة. وتاني يوم الصبح دخلت هنا بالفطار، بس جت تبص لأحمد لقيته بيبص لها بصات غريبة مع سرحان. أحمد يا أحمد. ها؟ نعم يا هنا. مالك؟ فيك حاجة؟ لا الحمد لله، أنا كويس، كويس إني شفتك. بتقول إيه؟ غير الموضوع. وعشان ما تحسش بحاجة قال لها، بقولك إيه؟ إيه رأيك ننزل كلنا نفطر تحت؟ بجد؟ بجد يا أحمد؟ أيوة بجد. أنا نازلة أجيب ليك الدواء بتاعك يا أحمد، عاوز حاجة أجيبها لك معايا؟ هتتأخري؟ لا إن شاء الله مش هتأخر، لأني هركب العربية بتاعتي وهوصل بسرعة إن شاء الله. تمام، مع ألف سلامة. نزلت هنا ورفع أحمد السماعات على ودانه، بس سمع اللي ما خطرش على باله. أيوة يا جو، بجد يعني خلاص عملت فرامل العربية بتاعتها، وأخيرا أخيرا جال يوم اللي مش هشوف وشها فيه تاني. اتفاجأ من كلمتها وبسرعة قرب من الشباك وحاول ينادي عليها أكتر من مرة، بس ما سمعتش صوته. وثواني وسمع صوت عربيته، حاول يتصل بحزم وصاحبه، بس للأسف التلفونات كانت مقفولة. عشان كده اتحركي اتحركي، هنهضع مني هنهضع مني. واللحظة حس بفقدان الأمل، بس قال يا رب يا رب ساعدني أن أنقذها يا رب، وعزتك وجلالك أنا متأكد أنك قادر، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وسبحان الله، يا دوبك ثواني وكانت رجله بتتحرك. حاول يمشي بيها وينزل للعربية بتاعته عشان يركبها، أما أنا كانت ماشية في الطريق واكتشفت عطل فرامل العربية، بس بتتفاجئ بصوت جنبها. هنا هنا ما تخافيش، أنا معاك، اديني ايدك. أحمد إزاي؟ هحكي لك كل حاجة، بس اديني ايدك. مدت ايديها وبالفعل كانت لحظات. و ازاي يا احمد؟ ازاي انت قدامي دلوقتي؟ انا مش فاهمه، قولي بالله عليك ان انا مش بحلم، وان انت فعلا بتتحرك على رجلك، وانت فعلا اللي انقذتني دلوقتي. لا مش بتحلمي هنا، وزي ما زقتك قبل كده عشان انقذك من العربيه، دلوقتي برضو بنقذك بس جوه العربيه، لانك اغلى من حياتي يا زوجتي الغاليه. وتعدي سنه ويتحكم فيها على فريدة، وأما حازم يتجوز صاحبة هنا، وأما أبطلنا هنا وأحمد يجيبوا أحلى توأم متشال على الإيد، ويا رب أرزق كل مشتاق من حبايبنا الغاليين. وهنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة يا أحلى أخوات، أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولنا رأيكم في التعليقات، ولما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تجاوبوا على السؤال وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم.